اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك مجمل التداعيات في هذا الصدد. وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن تقديره لكافة العاملين في القطاع الصحي بمصر والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,250,000,000 جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. كما وجه السيد الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر. وقد استعرض السيد الرئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 140 لسنة 2020 بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتمنح الميدالية للضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالهيئة الموجودين بالخدمة ورؤساء الهيئة ومدير الإدارات التابعة لها السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفي منهم. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية. اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مايو 2020 الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانويين، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي خلال الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي خلال الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020. ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانويين امتحان نهاية العام الدراسي مايو 2020 على التابلت ومن المنزل فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، وهو تاريخ بداية تعليق الدراسة، وسيتم تصحيحه إلكترونيا وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانويين مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط، وأضاف أنه سيتم نشر كلمة السر واسم المستخدم الخاص بالطلبة والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي وتوقيتات الامتحان عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله وزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الأيام المقبلة. تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر في جدة في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في الخارج. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقى تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أشار فيه إلى وفاة أول مصري بفيروس كورونا المستجد، ويدعى محمد أحمد نجم، هو طبيب بيطري ويبلغ من العمر 29 عاما ويعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية. وقال المستشار العمالي إنه تم اليوم إجراء مراسم دفن الطبيب بالمملكة وتقبل العزاء، مشيرا إلى أن زوجته وابنته البالغة من العمر 9 أشهر أصيبا أيضا بالفيروس ومتواجدين حاليا في الحجر الافتراضي لدى أحد الفنادق بمكة للعلاج. قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع ياسر إدريس
عضو اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار متابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج والذين تعذرت عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران. وأوضح وزير الرياضة أنه يتم التنسيق بالتوازي مع وزارات الخارجية والطيران المدني والصحة والسكان لمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بشأن مواعيد وصول اللاعبين، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شأن عودة المصريين من الخارج بما يضمن سلامتهم حال عودتهم إلى أرض الوطن. أظهرت الإحصاءات المعلنة في بريطانيا اليوم ارتفاع عدد المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 1228 بزيادة 209 حالات، وتضمنت الزيادة السابقة ارتفاعا إجماليا للوفيات بواقع 260 حالة. وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد أعلن اليوم الأحد أن بلاده قد تحتاج لإجراء 180 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للتغلب على هذا المرض، وأضاف أنه إذا تمكنت البلاد من تقليص الإغلاق الكامل لها فهناك خطر من إمكانية ظهور الفيروس مجددا، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السكان ستحتاج إلى إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.